السلام عليكم. كما كتلاحظوا دابا هذا فريغو، غادي نشوفوا الضغط ديال الكابيلار ديالو اللي كيجي من لا ميزون من الدار، باش نشوفوا هاد الطريقه واش ناجحه ولا صحيحه اللي درتكم في الاول. كما كتلاحظوا هذا هو الروتور، حيدناه والكابيلار ديالنا هو هذا، يعني اذا دفعنا الريح من الكابيلار غادي يخرج لنا من الروتور. كنركبوا توبو ديال بريسيون اللي هو هذا الصفر في الكابيلار، وهذا الاحمر هذا اللي كنضغطوا به الريح اللي كيجي من الكوندونسور، ومن الكوندونسور يعني كيرجع في حاله من الموتور. وكنفتحوا هاد جوج الجهات هادو يعني ديال لاسبيراسيون بجوج، باش كيكون الضغط كيسحب الهواء بشكل جيد. وغادي نفتحوا المانومتر ديالنا وغادي نديرو الضو وغنشوفو نسبة الضغط اللي غطلع في المانومتر. كما كتلاحظو معانا دابا الضغط طالع، المانومتر ديالنا مفتوح، الريح خارج من هنا. غادي نشوفو واش الإعاقة ديالنا أو الطول ديال الكابيلار اللي درنا في التلاجة واش نفس الإعاقة اللي في الفريكو. كما كتلاحظوا تقريبا 300، وصلت ل 300 وحبست، يعني هذا الكابيلار هذا الضغط ديالو 300. هذه هي الطريقة باش نتأكدوا بأن الكابيلار اللي درنا في الثلاجة ولا اللي غنديرو في الكابي اللي غنديرو في الفريغو انه صحيح 100%. وكنتمنى تكون هذه العمليه اكدتكم العمليه الاولى. المعلومه اللي مهمه بزاف وخصكم تاكدوا عليها وتردوا البال، هو الكابيلر فيه اقطار متنوعه، يعني القطر هو الثقب اللي كيكون داخل واسع او لا ضيق. كما كتلاحظوا معايا في هاد جوج الكابيلر هادو، واحد ضيق واحد واسع، يعني كاين 0.26 حتى 0.95. المهم علينا حنا، الاهم حاجة ملي غنكونو غنعدلو الاعاقة ديالنا او لا باش نعرفو الطول المناسب، يعني الكابيلر غيكون 3 متر ولكن القطر ديالو غيكون مختلف. خصنا دائما اذا كان القطر ديال الكابيلر ضيق وعطاتنا العدد ديال الضغط عالي خصنا نقصو من الكابيلر اذا كان قطر ضيق. اما اذا كان واسع وعطانا القطر عطانا الضغط ناقص خصنا نزيدو في الكابيلر. شحال ما كان القطر او الثقب ديال الكابيلر واسع وعطانا الضغط ناقص خصنا نزيدو، واللي رقيق اذا عطانا الضغط زايد خصنا نقصو. هذه هي المعلومه اللي بغيت نوصلكم باش تعرفوا تضبطوا الضغط ديالكم مزيان. اذا كنا باغيين نوصلوا الضغط ديالنا ديال الكابيلر 250 في الغاز 134، 250 134 ار 600، الضغط خصو يكون 300 سواء في الفريغو او لا في الثلاجه. واذا كانت الثلاجه غير كتبرد ما فيهاش الفريغو غادي نديروا لها النص ديال هذاك الضغط اللي درنا. نتمنى تكون الفكره واصله وواضحه. المعلومه مهمه بزاف هي ملي غنكونوا غنشارجيو الغاز وملي كنحيدوا الفلتر ديالنا من الكوندونسور وبغينا نتاكدوا بان لاستالاسيون ديالنا مزيان من ناحيه ديال الاوساخ او لا الكابيلار واش كيصف مزيان او لا الا، يعني ملي غنديروا الغاز واش غيجي الغاز مزيان وغتعطينا بروده مزيانه او لا غادي نضيعوا الغاز ديالنا وغتبوشه. وهذه الطريقه مهمه قبل شحن الغاز، هو كنحيدوا الفلتر ديالنا وكنضغطوا كنديروا الموتور وكنديروا المحرك ديالنا في الضوء وكنتاكدوا من الضغط ديال الموتور واش مزيان، ان الموتور القدره ديالو مزيانه، وفي نفس الوقت واش
فيه وسخ او لا؟ لا، كما كتلاحظوا ما كاينش اوسخ. وحاجه ثانيه هي ديال الكابيلار، الكابيلار واش كيسوفوا لا؟ لا، خصنا نسدوا البربوره ديالنا ونديروا هذا في اللسان يكون مفتوح. اذا كان كيسوف مزيان يعني الكابيلار ديالنا مزيان، وهيدا غادي نكونوا تاكدنا من ان لاستالاسيون ديالنا مزيانه.